اللي انت بتعمله ده يا ربيع، فوق لنفسك ياض واحلم على قدك وروح، ولا هتفضل مقضيها كدب في كدب؟ روح روح يا ربيع، ده انت خايف تحب كريمة المقشفة عشان مش هتقدر تكفيها. رايح تبص للبرنسيسة دي وانت اصلا ما عندكش فردتين شراب شكل بعض. روح يلا روح. الو، ايه يا ابني انت بتلف حوالين نفسك كده ليه؟ اصل كنت بس مش متاكد هي دي الشركه ولا لا. اديك اتاكدت، يلا اطلع انا مستنياك. قول لهم بس على الباب تبع نور رمزي. خلاص اوكي تمام، سلام. يظهر ان البني ادم فعلا مصير. السلام عليكم. هاي، ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله الحمد لله. اتفضل. شكرا. انت ازيك؟ عامله ايه؟ احسن؟ انا كويسه الحمد لله. تشرب ايه؟ لا لا شكرا، انا مش عايز حاجه. اكيد اكيد. بريكي قلت لي تعالى عربيتك عندي، كنتش عارف انك شغاله في شركه عربيات. شفت المفاجاه بقى؟ انت فاكره تحت القبه شيخ وجايباني تعملي شغل، وانا اللي فاكر انك معجبه وانا جامد بقى وكده. بس عامه يعني انا ما طلبتش اشوفك عشان كده، يعني بصراحه انا من امبارح الموقف اللي حصل مش قادره اطلعه من دماغي، ومش قادره اتخيل لو انت ما كنتش معايا او ما كنتش عديت من الطريق ده كان انا ممكن يحصل لي ايه. بجد كنت خايفه قوي. عامه حصل خير الحمد لله، وانا ما عملتش حاجه على فكره. لا بصراحه انت عملت كتير وبجد ده جميل، انا عمري ما هنساهولك.